السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس أحمد عبد الباقي من قناة All About Renewables. في فيديو النهاردة هنتكلم فيه بإذن الله عن واجهة البرنامج وعن مكوناتها وإزاي نقدر إن إحنا نستخدمها. أول جزء هيقابلنا هنا وهو أهم جزء حرفيا، هو الجزء اللي إحنا بنقدر إن إحنا ننشئ بيه مشروع جديد Grid Connected أو Stand Alone أو Bumping System، وفي برضو بعض الأجزاء اللي هي الخاصة بالتولز والداتا اللي هنقدر ندخلها زي اللوكيشن والويزر داتا والداتا بيز اللي هي الكومبوننت المكونات اللي هنضيفها أو نقدر إن احنا نستخرجها أو أي شيء جديد داتا نقدر إن احنا نضيفه أو ناخده من البرنامج. تاني جزء في واجهة البرنامج هو خاص بريزنت بروجكتس أو المشاريع اللي أنا اشتغلت عليها قبل كده، بمعنى أصح فأي مشروع أنت اشتغلت عليه تقدر إن أنت تفتحه من هنا بكل سهولة. تمام. الجزء الثالث وهو خاص بالدوكيومنتيشن أو بمعنى أصح بالهيلب والفايلز اللي تقدر إن هي تساعدك إن أنت تتعلم البرنامج وإزاي تستخدمه. أهم جزء فيها حرفيا هو الهيلب بتاع البي بي سيست، وده مرجعيتنا كلنا اللي بنقدر نتعلم منه، وده تقدر تجيبه عن طريق إنك تضغط على الزرار دوت كده أو إنك تدوس F1، يقدر إن هو يفتح لك كل الأجزاء الخاصة بالبي بي سيست. أي شيء عاوز تبحث عنه تقدر إنك أنت تكتبه هنا وتوصل للنتيجة بتاعته وتقراه وتفهم هو المقصود بإيه جوه البرنامج. الـ FAQ اللي هي الـ Frequently Asked Questions اللي هي الأسئلة المتكررة اللي الناس اللي بتستخدم البرنامج أو المشاكل اللي بتقابلهم، ده لو مشكلة قابلتك في البرنامج بيهنج بيخرج الماب زي ما كنا شايفين قبل كام من فترة مش بتظهر معاك، تقدر أنت تدوس عليها بتدخل بتشوف الأسئلة المتكررة وتعرف إجابتها. وهنا الفيديو توتوريالز دوت بينقلك للقناة بتاعت البرنامج اللي منها تقدر انت تشوف فيديوهات جديدة بتشرح لك البرنامج بيشتغل ازاي، بتعمل عليه ابسط الامور باذن الله. الجزء الرابع بنقدر ان احنا نشوف فيه البي في سيست يوزر ورك سبيس، دي الورك سبيس اللي انت بتقدر ان انت تخزن عليها كل الداتا، كل المشاريع، كل الكومبوننت، اي شيء خاص بيك بتقدر ان انت تدخله، مشروع جديد، كومبوننت، كله بيتخزن في الاكستنشن دوت. والحقيقة هنا في الفيرجن دوت بتقدر ان انت تمانج الجزء دوت او تعمل سويتشنج. ينفع يكون ليك اكتر من ورك سبيس؟ ينفع ان انت تشتغل مثلا ورك سبيس خاص بيك لو انت مثلا شغال فريلانسنج، ومعك ورك سبيس تاني مثلا خاص بالشركة، ومعك ورك سبيس تالت تقدر انت تشتغل وتبدل ما بينهم، تعمل سويتشنج ما بينهم. بس خلي بالك وانت بتعمل النقطة دي، لو انت محتاج تبقى ليك اكتر من ورك سبيس خلي بالك ان في داتا هتبقى على الورك سبيس ديت مش موجوده على الثانيه، فلو انت عملت مشروع هنا او عملت انسرت او امبورتنج الكومبوننت هنا وبتبحث عنها في جزء تاني مش هتلاقيها، فده ممكن يسبب لك لخبطه او كونفليكت او يعمل معاك مشاكل. فبتبقى الافضل لو انت مش مضطر ان انت تعمل اكتر من ورك سبيس، خليها جزء واحد بس وتقدر ان انت تشتغل بيها. طيب اما الاجزاء اللي فوق ديت يعني ما حصلش عليها تعديلات كتير وفي بعض منها متكرر، يعني فايل دي اللي بنقدر منها ندوس على الورك سبيس برضه حرفيا تفتح لنا الجزء ده بتاع المانج زي ما احنا مش شايفين كده، اللي هو لو انا دوست برضه هو نفس الموضوع. وده الحقيقه منه بقدر ان انا اعمل امبورت للورك سبيس بقى ككل بكل الداتا بتاعتها، او اختار اجزاء منها واعمل لها امبورت تمام كده، او اكسبورت ان انا استخرج، يعني اقدر اضيف او اقدر ان انا اعمل اكسبورت استخرجها وانقلها مثلا على جهاز تاني، ابعتها لشخص تاني يشتغل عليها وهكذا. الجزء التاني ان النهارده لو ريزنت ورك سبيس ده لو انت عندك اكتر من ورك سبيس بيقول لك الاكستنشن بتاع اخر ورك سبيس اللي شغال عليه. طبعا هنا عندي ورك سبيس واحده شغال عليها مش مضطر ان اعمل اكتر من حاجه، فهو ايه اللي الاكستنشن بتاعها. هنا لو انت عامل اي اديت على الداتا بيز ومحتاج تعمل له ريفرش جاست انت بتدوس عليها، هنا ازاي تعمل امبورت للكومبوننت، ودي يعتبر اكتر حاجه بنحتك بيها، لان انت النهارده لو عايز تضيف كومبوننت جديد مش موجود على السوفت وير اللي معاك، فبتطلب من المصنع بتاعه الفايل بتاعه، لو هو انفرتر بيكون اكستنشن بتاعه او ان دي، لو هو مثلا موديول بيكون بي اي ان او بان فايل، الباتري بيكون اكستنشن، الجنريتور بيكون ليه اكستنشن، وهكذا كل جزء من دول. تقدر برضه تعمل اكسبورتنج للكومبوننت، وخلي بالك انت وانت بتعمل اكسبورت بتعمل اكسبورت بس للحاجات اللي انت اضفتها للبرنامج، اما الحاجات اللي هي البرنامج معمول ابديت عليه وهي بيلت ان جواه مش بتقدر ان انت تستخرجها. هنا امبورت البروجكت بالمثل، انت تقدر انت تعمل تاخد بروجكت من بره او تعمل اكسبورت للبروجكت. تمام كده؟ يعني بكل اختصار لو انت شغال على جهاز عاوز تنقل المشروع دوت لجهاز تاني، تقدر انت تقبل الجهاز التاني، تقبل في الجهاز التاني المشروع دوت
في صوره ملف مضغوط، او تعمله اكسبورت من هنا عن طريق ان انت بتدوس اكسبورت بروجكت وتختار مثلا المشروع اللي انت عاوز تعمله اكسبورت مثلا، وتدوس على سبيل المثال تقول له مثلا هنا على الديسكتوب هيظهر لك كده، ظهر المشروع زي ما احنا شايفينه. تمام، تقدر ان انت تعمل له امبورت، بس طبعا هنا لو عملت له امبورت هيقول لي الملف اوريدي متواجد، يعني هيقول لي كل الداتا دي متواجده، هيقول لي اللوكيشن موجود، الكومبوننت موجوده، كل حاجه موجوده. فانا هقول له نوت اول وهكنسل. تمام كده. طيب وانا بعمل امبورت للكومبوننت برضه بعمل له امبورت ازاي؟ ممكن اعمل مثلا فولدر، والحقيقه ما بدخلش جوه الفولدر لانك هتلاقيه فاضي، انت بتعمل سيلكت للفولدر نفسه. فاقدر مثلا سيلكت الفولدر دوت وادوس عليه، هيجيب لي هنا مكتوب كلمة كومبوز بي في. طيب كومبوز بي في دي مش مقصود بيها بس الموديول، لا هي جواها أجزاء كتير، ولكن المسمى الفعلي كله بيكون كومبوز بي في. هنا أنا استضفت انفرترز مش بي في موديول، فهتلاقي مكتوب جواها انفرترز. تمام كده، جوه تقدر تلاقي كل الانفرترز اللي أنت هتضيفها، تقدر تضيف واحد أو اثنين أو ثلاثة وتعمل امبورت، أو لو عاوز تعمل سيلكشن لكله هتدوس على أول واحد، دوس شيفت وتدوس على آخر واحد، كلهم هيتعمل لهم سيلكشن وتقدر تعمل امبورت. طبعا لان في حاجات منهم موجوده في الداتابيز فهيقول لك هتعمل اوفر رايت، فقول له اوكي. تمام كده، ممكن تعمل ابلاي لاول فايلز. تمام. طيب الحاجات اللي عملنا لها امبورت دي بتظهر بشكل مختلف شويه جوه عشان نقدر نلاقيها، فهنبدا ان احنا برضه نبقى نشوفها واحنا جوه البروجكت دلوقتي. تمام. طيب ممكن لو عاوزين مثلا نجيب موديول، نقدر ان احنا على سبيل المثال نعمل سيلكت دوت، هي برضه كومبوز بي في بس جواها مكتوب بي في موديول، وده مثلا الموديول الجديد. تمام؟ اوكي. طيب في هنا دي بقى الاجزاء احنا خلاص شرحناها. البريليمينري ديزاين، وده الحقيقه لو انت عاوز تصمم المشروع ومعاك بعض الداتا المبدئيه، انت لسه عامل سايد فيزيت ومعاك داتا قليله قوي والمشروع وارد ان يكون معاك او لا، فمعاك بس بعض الداتا عاوز تعمل حاجه استيميتد، فتقدر تستخدم دوت. بيطلب منك طلبات بسيطه وبيطلع لك حاجه يعني الاكيورسي بتاعتها بتكون اقل شويه، ولكن يعني رايي الخاص، ده رايي الخاص يعني، ما بحبش نشتغل بيه، بيفضل انت تشتغل بالجريد كونكتد سيستم العادي، لان بيطلب منك طلبات كتير تقدر انت تطلع الداتا فيه اكيوريت، فمش هتكون مضطر انك انت كل شويه تقعد تضيف داتا او تعدل او الاكيورسي تكون قليله او تكون حاجه مختلفه تماما. يفضل انك عامل حاجه من الاول تكون بنسبه دقه اعلى بقدر الامكان. تمام. طيب البروجكت هو زي اللي تحت، نيو جريد كونكتد بروجكت ستاند الون بامبنج. الفرق الوحيد ان هو في دي سي جريد، لو انت عندك في البلد اللي انت شغال فيها عندك دي سي جريد فانت تقدر انك تستخدم الاوبشن دوت. تالت حاجه السيتنج، ودي بتنقسم لجزئين، البريفرنس ودي تقدر تدخل منها تختار لغه البرنامج، تقدر تختار اللوجو بتاع البرنامج، العمله اللي انت شغال بيها، حاجات كتير تقدر تعدلها، ممكن ندخل فيها فيما بعد ونقدر ان احنا نعدل فيها. تاني جزء Edit Advanced Parameters، دوت الحاجات الأدفانسد يفضل انك انت ما تدخلش وتعدل فيها الا اذا كنت عارف انت هتعدل ايه بالظبط، لان بكل اختصار في بعض الاجزاء فيها لو انت عدلتها البرنامج بدون ما انت ما تعدلها باي ديفولت هيديك ايرور، لان هي مش صح، لان لو اتعملت على الواقع ممكن تسبب مشكله. فلو انت دخلت عدلتها بمزاجك وانت مش عارف النتيجه اللي هتنتج عنها، انت ممكن فعلا تسبب مشكله، الريبورت هيطلع قدامك زي الفل وهيكون كويس، ولكن في الواقع لو جيت تنفذه ممكن تسبب لك مشكله، يحرق لك انفرتر، يبوظ حاجه. تمام. هنا اللانجوج، ودي اللغات اللي متاحه ومتوفره دلوقتي، طبعا لغات زي التركيه والكوريه وهكذا. لسه ما نزلتش للغه العربيه، ولكن متوقع ان بامر الله تنزل فيما بعد. اللايسنس، وهنا دي تفاصيل اللايسنس اللي بتكون انت جايبها، بيقول لك اليوزر بتاعك اسمه ايه والمده بتاعتها تنتهي امتى وهكذا. ده الهلب، وده بكل اختصار تقدر انك انت توصل منه لاي حاجه انت محتاج مساعده فيها، غالبا فيها الحاجات اللي هنا، اللي هو لو انت عاوز تدخل الفيديو توتوريالز هي ديت، الهلب نفسها اللي هي ديت، او تدوس اف 1 البي دي اف توتوريال، ودي بصراحه ممتازه جدا، يعني هم في فيرجن 6 قبل كده كانوا ملف واحد كله على بعضه، هنا قسموهم لثلاث ملفات، الجريد كونكتد لوحده، ستاند الون، البامبنج، ولكن لا زال الثلاثه دول كلهم على بعض يعني جزء بسيط قوي من الهلب الفعليه ديت، بصراحه فيها كم معلومات مش طبيعي، فيها اي معلومه محتاج تعرفها ادخل ابحث فيها هتلاقيهم كاتبين عنها معلومات كويسه جدا، وكلنا بنتعلم الحقيقه منها. هنا تشيك فور ابديتس وتشيك فور ابديتس ات ستارت اب، الناس اللي عامله كراك يعني
بيكون كل ما يجي يفتح يطلب منه ان هو في ابديتس ويعمل الابديت وكده، فممكن بالغلط يدوس عليه فتبوظ له الكراك وتبوظ له البرنامج. فيعني يفضل انك انت تعمل ان تشيك للبوكس دوت. هو دلوقتي طبعا اعمل له ان تشيك، لو انا دوست عليه دلوقتي هيبقى كده، ده كل ما تفتح البرنامج هيقول لك اعمل ابديت اعمل ابديت اعمل ابديت، فبنلغيه كده عشان نريح دماغنا من الموضوع ده. اوكي طيب، الحاجات اللي انا ضفتها الموديول والانفرتر، عايز اخش اشوف شكلهم في البروجكت، اسمه بروجكت شكلهم ازاي. احنا مش هنعمل النهارده بروجكت، ولكن ده جاست تيست بس، عاوزين نشوف شكل الموديول او الكومبوننت اللي انا ضفتها بتظهر لي مختلفه ولا هقعد ادور عليها بالاسم. ده مثلا حاجه بسيطه بدون اي معدل اي حاجه. هنا مثلا الانفرترز اللي انا دخلتها، هنلاحظ ان في انفرتر ظهر بلون مختلف، ده الانفرتر الجديد اللي احنا ضفناه، والانفرترات الباقيه اهي لونهم اخضر، فتقدر تختار منهم طبعا علشان تعمل المشروع بتاعك. دي الحاجات الجديده اللي تمت اضافتها، فبيكون شكلها مميز، تكون عارف انت اضفت ايه. بالمثل في الموديولز، هتلاقي الموديول الاخير اللي انت اضفته شكله بلون مختلف، وهنا تقدر انك انت توصل لهم بسهوله، تمام، وتعمل المشروع بتاعك. اوكي، ولحد هنا نكون انتهينا من فيديو النهارده باذن الله، ونشوفكم في الفيديوهات اللي جايه باذن الله، ونقدر ان احنا نعمل مشروع من البدايه ومن الصفر، وندخل في الديتيلز بتاعته ونشرح كل جزء فيه بالتفصيل باذن الله، عشان نقدر نطلع تقرير بصوره بروفيشنال في كل التفاصيل، نقدر ان احنا ننفذه ونقدر نوريه للعميل، وما يكونش فيه اخطاء او حاسين ان الداتا هتكون بعيده قوي عن الريبورت اللي احنا عاملينه باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.